أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم إن وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم
وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب بسم الله والسماء والطارق
فلينظر الإنسان مما خلق. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. لا ولله الحمد فصل لربك وانحر إن شانئك هو الآخر.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم لكم دينكم لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إنه كان توابا. Bye.
اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم الفاتحة. كرامة لحضرة النبي ولآل بيت النبي ولموتانا وموت المسلمين جميعا لهم من الفاتحة. قضيت الليلة القرآنية المباركة بمسك الختام لذلكم العلم القرآني الإذاعي قضيلة القارئ الشيخ بدو حدود سعد قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية في ليلة التكريم لأم كريمة سعدت روحها إلى رب كريم حرم المعلم صبحي علي والسيسي ووالدة كل من المعلم سمارة والمعلم سليم والمعلم صبحي بالأصالة عن العائلة الكريمة كبيرا وصغيرا يشكرون كل أصحاب الواجب الذين حضروا ليشاركون واجب العزاء. الشكر موصول لصاحب الهندسة الصوتية الإذاعية المتنقلة إدارة البشمهندس أحمد السباغ وأولاده. الشكر موصول لصاحب واجب الضيافة خدمات الفندقية المتنقلة إدارة المتر محمد القطة المقيم بالربوماية. أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمخرج الروائع القرآنية عبر شبكات التواصل الاجتماعي وصاحب اللمسة الذهبية في عالم الإخراج البشمهندس ناصر صلاح وكان معكم من أسرة المذيعين الإعلامي رأفت الشويني. أيها السادة الأعزاء إلى هنا نتوقف سائلا ربي تبارك وتعالى أن لا يريكم الله مكروها في عزيز لديكم. شكر الله سعيكم جميعا وسبحان من له الدواب.